لحم العجل ثرمناه باوع شلوني هندسه وتوقت بيه العائله كل كيلو واحده وزن اللحم وثرمه وورا ما يكمل هم يطيق دقه ميزان ويراويك الوزن الكيلو ب 18 دينار لحم عجل عراقي مو مستورد دير بالكم لا ايراني ولا سوري عراقي يلا جولي مال الديره من لحوم الحسناء والعده مناسبه اريد 100 كيلو كباب 50 كيلو نسوي له اريد كباب دجاج كباب لحم كباب الدجاج بكم كيلو ب 14 ومال اللحم 20 ب 20 من لحوم ومشويات ومرطبات ومخبز الحسناوي يا شو شنو رايك باللحم؟ والله اللحم يعني ابداع ابداع والله اوصل يمه تعال راوينا الطابه مال العجل الناس عبالهم مستورد راوينا وشنو الدليل مالك؟ هذا عجل اول مره اضرب بيه اضرب باوع لحم عجل مستورد هذا الدليل انه هذا عجل مو هايشه ولا بكر عجل لحم عجل عراقي راقي عافيه الحسناوي باع شلون كل جمار باع منهم رفع رفع اللحم منك يا شبو عافيه عليك بالزين لو كان غالي